خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وتحديدا لمحافظة الغربية اللي حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في محو الأمية، وده للسنة الثالثة على التوالي، وفي اهتمام في المحافظة بكل المبادرات والأنشطة الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر مع الأستاذ محمد أبو النبايل، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بمحافظة الغربية. بنرحب بحضرتك أستاذ محمد، وصباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح يعني الخير. بنبارك للمرة الثالثة على التوالي محافظة الغربية بتتصدر بالأرقام، يعني احنا بنتكلم على المحافظة الأولى والمركز الأول ما بين محافظات الجمهورية في محو الأمية، كلمنا عن الإنجاز ده. والله أنا بشكر حضرتك على المداخلة الكريمة، وبحمد ربنا على الإنجاز ده، والحمد لله للعام الثالث. احنا من سنة من 2021 لغاية 22-23 الحمد لله احنا المركز الاول في مبادره خمسه رئيس الجمهوريه حياه كريمه، والحمد لله برضو كنا بنحتفل يوم الاحد اللي فات محافظه بحضور الاستاذ الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز، ان احنا السنه الاخرانيه دي 23-24 احنا على مستوى الثلاث ارباع سنوي احنا برضو المركز الاول، وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى الافرع وفي مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية، والحمد لله برضو إن شاء الله مع نهاية السنة دي إن شاء الله بشرح لك برضو هنبقى إحنا المركز الأول على مستوى الجمهورية بإذن الله. الفضل يرجع لمعالي السيد الوزير الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اللي بيقول لي ملف محو الأمية وتعليم الكبار على أرض محافظة الغربية اهتمام كبير، بنشارك في كل المبادرات فخامة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية وغيرها. بنشكر برضه معالي الدكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا، والاستاذ الدكتور محمود سليم النائب الرئيس لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. الناس دي كلها عشان بصراحه يعني بتقول الملف بتاعنا ملف محو الامية وتعليم الكبار اهتمام كبير، طلبه الجامعه لهم دور اساسي في تحقيق العدد ده. احنا حققنا في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا أكثر من 220 ألف دارس ناجح، ويعني دوت ساهم في انخفاض نسبة الأمية في المحافظة الغربية من 24.1 لأقل من 15%. إن شاء الله هنعلن المحافظة الغربية خالية من الأمية خلال سنة أو اتنين إن شاء الله، تماشيا مع مبادرة محافظة رئيس الجمهورية 2030 إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. يعني الحقيقة هدف نبيل ويمكن مجهود واضح يعني على أرض الواقع، لكن أكيد خلال يا فندم الرحلة دي أكيد كان في تحديات بتواجه حضراتكم وصعوبات المطلوب العمل عليها عشان نقدر زي ما حضرتك قلت خلال سنتين نعلن محافظة خالية من الأمية. إيه التحديات أو الصعوبات اللي حضراتكم بتواجهوها دلوقتي؟ والله يا فندم هي دايما الصعوبات يعني على مستوى الغربية أو معظم أفرع هي صعوبة الوصول للدرس الأمي دلوقتي، لأن مع انخفاض نسبة الأمية بقى في ندرة في إن احنا نقدر نوصل للأميين في أماكنهم، وده بيخلي إن احنا محتاجين لقاعدة بيانات مدققة وحديثة من الجهات المعنية بذلك عشان نقدر نوصل للأميين بسهولة، لأن حضرتك زي ما أنت عارفة يعني معظم المدرسين اللي بيشتغلوا معانا في مجال البيئة بتاعتهم والمحيط بتاعهم خلاص هما كده استنفذوا كل الناس اللي موجوده. طب هل في حصر يا فندم لاعداد الاميين بالتحديد في المحافظه؟ والله يا فندم هو ده اللي احنا بنطالب بيه، بس احنا بنحاول نتغلب على المشكله دي بحاجتين اتنين. احنا زي ما قلت لحضرتك بنشارك في كل المبادرات الرئاسيه، لما بننزل في قوافل اعلاميه وفي حياه كريمه وتكافل وكرامه بنقدر نوصل للناس دي بشتى الطرق، عن طريق برضه القوافل الطبيه، قوافل جامعه طنطا، طلبه الجامعه برضه بتساعدنا جدا، لان طبعا زي ما انت عارف حضرتك طلبه الجامعه منتشرين في كل الاماكن طبعاً. وده حللنا المشكله الوصول للدارس. هم بيشاركوا معانا، فكل واحد اللي عنده دارس عايز يتعلم في محيط اسرته او في محيط العيله او في محيط البلد بتاعه، ده بيحل لنا ان شاء الله المشكله بشكل اكبر ان شاء الله. أستاذ محمد، إزاي بيتم بقى تحفيز أهلنا عشان يعني يلتحقوا بالدورات المخصصة لمحو الأمية؟ تحديد المناطق المستهدفة وكمان تحفيزهم، هل في وسائل معينة لتحفيزهم للمشاركة والالتحاق بالدورات الخاصة بمحو الأمية؟
والله يا فندم احنا عندنا بنحاول احنا ندي حوافز للناس. طبعا الحوافز الماديه بتبقى صعبه شويه، بس احنا بنستغل حته ان برضه شهاده محو الاميه ضروريه لعدد كبير، زي اللي عايز يطلع رخصه القياده مش معقوله هيسوق عربيه مثلا او موتوسيكل وكده مش ما يعرفش يقرا اللافتات الارشاديه، فده دي فئه بتضطر تجيلنا. في فئات كتير احنا بندي لهم حوافز، وفي الاخر في بروتوكول تم مع جامعه طنطا الاسبوع ده ان احنا بنقدر بنهيئ الناس الدارسين لسوق العمل، ان هو بياخد دورات، بنحفزه بانه ياخد دورات في بعض المهن. جميل. مع الفصول دي بتهيئه لسوق العمل، وفي مصانع بالفعل مع جامعه طنطا احنا مطلوب مننا على مستوى الهيئه 1000 دارس ناجح ممكن بيتعينوا في مصانع على مستوى الجمهوريه. جميل. وده حافز كبير جدا ان الناس هتقدر ان شاء الله تيجي وتقدم. احنا استراتيجيه الهيئه في الفتره القادمه ان شاء الله بنمحو الاميه، مش اميه القرايه والكتابه، الاميه الثقافيه بنقدر نهيئهم لسوق العمل، بنديهم بعض الدورات اللي يعني بتساعدهم في حياتهم، ازاي ان هو يتعامل مع مكان الاي تي ام، ازاي ان هو في ارشادات كتير بمواصله التعليم، برضه بنهتم بتعليم ذوي الهمم، كل دي اتجاهات حديثه في الهيئه الفتره الحاليه. طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر السيد محمد ابو النبيل مدير فرع الهيئه العامه لمحو الاميه بالغربيه، شكرا جزيلا لحضرتك.